لا تجن ولا تحتد يا اخي ما بتحرز هالقد باشياء بهالدنيا اصعب ما بدها هالقد صدقني صدقني ما بدها هالقد. منقول مرحبا لكل مشاهدين ويب سايت الفن ولكل قراء ويب سايت الفن يلي ما بيشوفوا الحلقة بيقروا عنا أكيد. اليوم ضيفتنا جميلة الجميلات، جميلة نفسيا وروحيا وجسديا وشكليا أنيقة المظهر، مش بس هيك هي كتير بتدافع عن حقوق الإنسان وقدمت العديد والعديد من البرامج الناجحة. الإعلامية ربع الزيار، تسلمي. مرحبا هلا. مرحبا، وهيدي شهادة من إعلامية كبيرة، يعني نحن متشرف فيها. الله يخليك. شكرا على الكلام الحلو. انت كتير حلوة، ميرسي. هالشي ما في مناقشة ليه، بس قليل لست تقول عن ست حلوة. ايه؟ بس انا بشوف الجمال، علمنا سعيد عقل قال دايما شوفوا الجمال ما تشوفوا القباحة، فخلي كل شيء قبيح عشان تشوف اللي عندك الجمال. ما هيدا انعكاس لروحك هلا. الله يخليك لصورتك. ربع، انا هيك من زمان حابه انه نقعد ونحكي، نحن اشتغلنا سوا بس ولا مره عملنا مقابله، ومقابله فيها اكشن. صح. خلينا نبلش انه انت دائما بتدافع عن حقوق الانسان، ومبارح كان في هيدي المره اللي حرموها من بنتها وجوزها، تحرمها اكثر من بنتها من بعد ما ماتت، دفنها بالجنينه وصارت تبكي من ورا السور. شو بتحسي بتشعري لتقدري تاخدي موقف معهم؟ يعني بقول الله لا يحرق قلب ام. شفنا أم محروقة، أم يعني منغصة، عم تبكي وعم بتناشد بنتها اللي ما شافتها قبل ما تتوفى، عم بتناشدها هي وبالقبر. هون بس بقلك من وجعي كأم، كمواطنة، كإنسانة، بطلق صرخة، صرخة بوجه رجال الدين، بوجه قوانين الأحوال الشخصية المشحفة جدا جدا بحق المرأة. شفتي؟ يعني شيء ما معقول. دايما بشوفي طلاق وبقشطون ولادهم. طيب مين يعني مين أولى يربي الأولاد؟ طبعا إذا كانت الأم سليمة العقل وسليمة السلوك، مين أولى يربي الأولاد غير أمهم؟ أنت أم لأربع أولاد، بتعرفي شو شعور الأمومة؟ صحيح. قديش بتخافي على أولادك، بتضلك تعتني فيهم. أنا بتذكر بالتصوير قالوا ماما شو عملت؟ جا من المدرسة، إجت من المدرسة، عرفتي؟ كيف زاهي؟ منيح زاهي، بسلم عليك. كتب لك شي قصيدة جديدة؟ صار له شي ست سنين ووقف. لا ما بصير هيك، خلص تجوزت ما بقى يكتب. اللي كتبه لا، كتب لي قصايد منيح قبل، هلا بهالفترة تركته. أنا لنشوف. قولي له بدنا نرجع مثل أيام اللي كنا على الشيء قبل ما نتجوز، رح أعطيك موعد برا. ما هو بس ما تتأخر. ما هو هيدا القصيدة. يمكن الشغف الشرقة هي اللي بتكتب، أو هي اللي بتكون شرارة الإبداع. خلص وقت بتصيري زوجته تحصيل حاصل. ليك كتب لي أنا وزوجته، وكتب لي بغرفة يعني لما ولدت، لما كنت مزبوط. حامل بدالي، وكتب لما كنت عم ولد كنز. يعني بيكتب من وقت لوقت زاهي، يعني كتب للمرأة الموجودة بيتكسلن أوقات، بس بيكتب أوقات يمكن كتير. الوضع العام ولا ما بعرف. ليكي زاهي من الناس المثقفين اللي بيعلموا بحياتنا الإعلامية، مش بس كحياة، يعني البرامج الثقافية كنا وقت نجي نقول للتلفزيون برنامج ثقافي يقولوا لنا تقيل الدم ما بجيب دعايات. هو قدر صارع كل واجه كل هالصعوبات وضله عامل هالبرنامج الثقافي اللي كتار بيحضروه رغم انه اصحاب التلفزيونات ما بحسوا بشي. بس هلا موجود على تلفزيون مش لبناني، على فضائية عربية، يعني الميادين تعتبر عربية. انا بزعل انه ولا تلفزيون لبناني بيقبل. سنين طويلة على المستقبل وكل الناس بيعرفوه بلبنان. ايه بس هلا اذا بنفتش ومندور وين البرامج الثقافية على المحطات اللبنانية؟ ما بيجيبوا مصاري. ما هاي ما بيجيبوا اصلا ريتين. الفنية ما عم بيجيبوا مصاري. او ليك شو بدنا نقول لك، مبروك مبروك تلفزيون لنا، برنامجك بعده مستمر، توقف في موسم منه؟ قالك هلا انا صار لي تقريبا شي سنه ونص مع لنا، عملت ثلاث برامج الحمد لله. كان اول برنامج هو لنا مع رابعه اللي هو كان بسوريا، انتقلت من محافظه لمحافظه، كانت البدايه بحلب بعدين طرطوس واللاذقيه والشام، حفلات جماهيرية مع الناس، واستضفنا كتير نجوم لبنانيين وعرب وسوريين طلعوا من لبنان، وبعدها كانت حلب عم تنفض، بعدها طالعة من الأزمة الكبيرة والحرب، وعملنا أول حلقة بقلعة حلب. بعدين انتقلت لقصة حلم، صورته هون ببيروت 30 حلقة مع نجوم كمان من العالم العربي. وثالث برنامج كان حكايتي، صار له حوالي 3 أسابيع أو 4 أسابيع خالص، استضفت فيه شخصيات اقتصادية وسياسية وثقافية، وكان آخر رابعة والسياسة.
نعم معنا قدمت بالزمانات نشرة أخبار وما حبيتيها أبداً رحت للفان صح. وهذا البرنامج هلأ إذا بتشوفيه فيك تشوفيه على يوتيوب بما أنه مشكلة الناس عندها لنا ببيروت بتشوفي يمكن وجه آخر أو أداء إعلامي آخر لإلي. آخر حلقة كانت من جزئين مع الشاعر والمفكر العربي أدونيس، يعني دخلنا بأمور الحياة والموت والدين وكسرنا يعني تابوهات يعني باراسيكولوجي وبسيكولوجي وكلها أنت مع النظام أو ضد النظام بسوريا؟ ما بحب فوت أنا بهيك أمور، يعني أنا محايدة حالي عن السياسة. أنا مع سوريا السلام، سوريا الأمان، سوريا الانفتاح، سوريا الحضارة، التاريخ. أنا مع هيدا الأمور، ولا يوم كنت عم بستفيد من موقف سياسي لأخذ مركز إعلامي. أنا مواطنة لبنانية دايما كنت، وانت بتعرفي هلا اشتغلنا سوا كتير صح. ببعدنا مع رابعة انا هلا محامي الشيطان كان في عاطفة تجاه السوري بعز أزمته، لأنه كنت دايما اعتبر انه لما خيك يكون مأزوم انت بدك تسنده، ولما ترجع انت يعني اذا دارت الدنيا بكل جنسية في منيح وفي مش منيح طبيعي، بكل يعني بكل بلد في ناس منيح في ناس مش منيح، فليش ما بنحكي عن الناس المنيح؟ على كل حال بنقول لهم ما بدها هالقد، ما بدها هالقد ابدا، ما بدها هالقد. رابعة الزيات الاعلاميه الكبيره، بما انه كنا عم نجيب سيره سوريه ولبنانيه وهيك، نادين نسيب نجيم اخترعوا عنا كلام عن كارس بشار انه هي ما بتحب تمثيل كارس بشار وهيك، طلعوا مخترعين عن لسانها كلام بس تيعلقوها مع المنتجين لانه هي بعدها بتشتغل بين سوريا ولبنان وهي. شو رايك بهالوضع يلي عم نمرق فيه؟ يعني صار في كتير قالوا قيل وقالوا قيل، انا كنت مخمنه بس بالاعلام ترى كمان بالتمثيل في بكل المجالات. ليكي صرنا بعتقد من سنتين لهلا كل فتره بيطلع مشكل يعني بيتم تداوله بالاعلام اللبناني والاعلام السوري، نحن بنهجم على السوريين والسوريين بيهجموا عنا ورد ورد مضاد يعني هيدا شيء معيب. بس ما انظلمت نادين نسيب الجامعة أكيد، إذا كانت نادين أنا أول مرة بسمع بالخبر، إذا كانت نادين ما أعطت رأيها بكاريس بشار برأي أي سلبي يعني أنه ينسب لها، هيدا كذب وإفترى وهيدا ظلم. بس أنا بقول أنه عن جد كلنا وصار كتير قصص وممكن يصير يعني نتقبل بعضنا نفهم بعضنا، إذا حدا غلط من الإخوة السوريين قول غلط، يعني ندينه على خطأه، ندين سلوكه مش ندين شعب بأكمله وذات ونفس الشيء بالنسبة للسوريين تجاه اللبنانيين. يا عمي نحن في صلة قرابة وتاريخ وجغرافيا ومسار ومصير مشترك، يعني أنت بتعرفي إذا منروح شوي على السياسة هلا مصيرنا واحد، يعني بالأزمات المنطقة مصيرنا نحن سوريا واحد. صحيح يعني جغرافيا لأنه نحن بلدين حد بعض جغرافيا وتاريخيا. فأنا يعني أنا لما أطلع سوريا ما بحس حالي إلا بنت شام مثلا أو بنت حلب، وبتخيل المفروض إذا بنت حلب يعني زويقة بالموسيقى أكتر. بتعرفي أنا حلب ضغط الضعفة، لما رحت على حلب بعد بلنا مع رابعة يمكن أول ما وصلت بس مزعلتي حلب إنه شفتيها هيك مدمرة كلها سوا. لما شفت حلب مدمرة كان يعني وصلت على الأوتيل أبكي يعني حكمتني حالي من البكاء الشديد، تلفنت لزاهي قلت له ما قادرة أتحمل، ما قادرة أروح أعمل حفلة بالليل. ما تذكرت الحلب اللبنانية شوارعنا الفاضي؟ طبعا لأنه أنا هون الجثث اللي كانوا على الطرقات وكلها. طبعا أنا يعني ما فيني خبرك قديب دايما بربط، يعني نحن أولاد الحرب فنحن بنعرف شو يعني بلد أو وطن يعيش الحرب، قديه ممكن يأثر مش بس على الحضارة وعلى الفن. بتعرفي انت حلب قديش تأذت حضارتها؟ كنت عم بتقولي انه زاهي مش اخذ كتير حقه لانه الميادين ما بيحضروها كتير بلبنان، بيحضروها برا اكتر. حسيتي كمان انه بلنا ما بتاخذ كتير حقك لانه يعني حقك مش بلبنان؟ لا لأنه يعني مثلا أنا عندي ما بتجي لأنا بدي فتش خصوصي مثلا حسبها على اليوتيوب لأقدر أحضر. بس أنت بتعرفي هلأ صار فيه كتير إعلاميين بلنا يعني توني لا بارود. أنت بالنسبة إلي بلنا شو بدي بالإعلامية؟ ما تحسي إخدي حقك إنه عم توصل لأكبر شريحة من الناس؟ يا مع التلفزيون الجديد كنت توصلي أكتر على التلفزيون الجديد أكيد. أنا أخذت يعني منبر الجديد هو اللي فتح لي أكبر يعني إذا بدك الأفاق الواسعة كانتشار بلبنان وبسوريا وبفلسطين وبكل العالم العربي.
لنا كونها محطة جديدة ومودرن كتير وأول مرة بيصير بالإعلام السوري محطة هالقد يعني متطورة إذا بدك، كتير خدمتني على مستوى سوريا. 32 مليون سوري عم يحضروا لنا، يعني هي نمبر 1 هلأ بسوريا. مبروك، تستاهلي كل خير. تسلمي. زائد أنه في كتير لبنانيين صارت موجودة عندهم لنا، والجديد بيحضرون كمان. 3 مليون لبناني و 3 مليون غريب، أكثر 4 مليون ونص. يعني أنا ما بزعل كون على الجديد، بس اجتني فرصه بوقت كان الاعلام اللبناني بلش يتأزم، وانت بتعرفي هلا انه انا نوع البرامج اللي بقدمه هو مكلف، فثاقبت انه كان في لنا كانت بديل. ان شاء الله بنرجع على الاعلام اللبناني، انا دائما بحب كون يعني بدها هالقد ما بدها هالقد. رابعه، كنت عم تقولي انه الاعلام اللبناني مكلف، طيب لو صار لك الشانس اللي صار له لنيشان وقت صاروا يجيبوا له فيديتات، نحن كلنا بنعرف انه النجوم العرب بدهم يقبضوا مصاري ليطلعوا، نجوم المصريين، نجوم السوريين، يعني هودي الاسامي الكبيره اصاله وماجده وكلها بيطلبوا مصاري كرمال ليطلع. لو صار لك الشانس ذاته، كنت بتقولي انه انت كنت اشتهرتي اكثر، او يعني بتحسي انك انظلمتي مثلا من ناحيه الانتاج؟ وين بلبنان يعني؟ ايه بلبنان بالجديد، ما هو انطلق من الجديد اكيد. يعني بتعرفي قبل كانوا يجوا احيانا بدون مصاري، حتى عن زاهي كان البعض منهم لا استضاف اكبر النجوم كانوا يجوا. يعني كان بتعرفي الاعلام اللبناني بعز عزه، اليوم كل دوله وكل منطقه عندها تلفزيون الخاص. من عدا المغنيين يعني، انا اشتغلت 30 سنه تلفزيون، بعرف كيف بفكروا. فكروا انهم يعطوكي ماده موسيقيه إذن بدهم أجرتهم. ليك هلا ما في حدا ما بيتمنى، ما بيقول لا، يعني إذا إجت الرزقة إجا تلفزيون قال لي تعملي هيدا البرنامج ومنجيب لك أحلام مثلا أو أصالة، في أحلى منا أو, إيه أو أنغام يعني، أو مين ما كان من هالنجوم أو كاظم الساهر، يعني بتمنى يعني أكيد ما حأرفض هالفرصة. بس بتحسي إنه كمان النجوم الكبار بتدعمك، مش بس أنت بتدعميها بالإعلام، يعني بتدعموا بعضكم. إيه طبعا، يعني ممكن تشهرك انترناسيونال ما مثلا. اكيد الضيف الثقيل مش ضروري، يعني ما بعرف انا بقصة التصنيفات انه كلاس A وكلاس B، انا الضيف الثقيل، الثقيل اللي عنده قيمة ومحترم وجماهيرية طبعا بيدعمني صحيح بيساعدني كثير. بس بدها هالقد، بتستحقي بدها هالقد اذا بدك. ما بدها هالقد. الاعلامية رابعة الزيات، الاعلامية الكبيرة، انا بعرف قديش انت مهذبة وقدي ما بتحبي تجرحي حدا، بس ما فينا نقول انه بتستغني عن سكوب بحلقاتك. لا لا بتحبي سكوب ايه. بس بتستحي تسألي يعني. بس عملت سكوب بدي وتفوع عليه. بس بتحبي سكوبات، ما تعملت سكوب مع مي شديا وقت حكيته سياسي زعلت منك، مع شكران مرتجى وقت بكيت، والى ايه. اخره بتحسي انه الناس بتفتش بس على سكوب، يما بعدها بتهتم لانسانيته للفنان او للضيف، لحياته كيف بيعيش، لانه بتماتلوا فيه، بحبوا يقلدوه بالاشياء. بتحسي انه هيدي البارتي ما بقى تعجب الناس، يعني بدهم بس سكوب يما. يعني للاسف ما بدي عمم، ولكن نسبة كتير كبيرة من الناس بتحب سكوب، بتحب انه القصب هيك حكى كلمة، هيدي حكيت على هيدي، يي شو بدها ترد هيدي عليها، او عرضت فلشت حياتها الزوجية بأي برنامج بدها ترد. طبعا بأي برنامج. لا ايش حدا زعل منك وانفال بالتصوير غير ماي شدياء؟ يعني غير ماي شدياء ببعدنا مع رابعة كذا مرة. انا ما بس مش انا السبب دايما، يعني صارت قصص. لا مرة ما بعرف ماي حريري هيك صار في سوء تفاهم، يعني مش معي، مع يمكن انه مين ضيف اللي بيفوت قبل او بعد، يعني هيك قصص بتصير. رابعة، اي فنان استقبلتي لقيتي علم فيكي وحبيتي اكتر شيء؟ انت استقبلت كتير ناس كبار صغار كل المستويات، منهم دوريد لحام، زياد الرحباني، هيك ذكرتي هون هيدول اثنين. زيدي عليهم سميرة توفيق، يعني هيدول ثلاث أشخاص. مع أنه استقبلتيها خمس دقايق لسميرة توفيق بس. ولو بس ما. بعد كان يمكن صار لها 12 سنة كان طالعة مع زاهي آخر إطلالة تلفزيونية، طلعت ولو ثلاث دقايق. أنا بالنسبة لإلي قيمة وتاريخ مثل سميرة توفيق خصتنا بيمو، أنا ما بقول خصتني، خصتنا لأنه أنت كان إلك دور وفريق العمل كان إله دور. الله يخليكي. فهيدا الشيء كتير كان بالنسبة لإلي حلو. سميرة ست الستات طبعاً. يعني
يعني نزعل انها اعتزلت مده طويله قبل ما رجعت طلت عن جد، يعني خسرنا كل هالسنين من فنها ومن جمالها طبيعي. واستاذ دوريد لحام انا بعتبره اب، مش بس يعني فنان كبير وعبقري وانسان حقيقي، اختبرته يعني ورا الكاميرا. هو بيعزك ومرته بتعزك. انا بدي اخبرهم شغله للمشاهدين للقراء كمان، انه يلي ما بيعرف رابع ما بيعرف شيء، بتصير مرته تعطيها اسراره لدوريد، يعني قد ما الستات كمان بحبوها بيتقربوا منها بصيروا بيساعدوها وبيدعموها. عملنا وقتها حلقة عيد الحب ورقصها سلو، كان معنا نصيف زيتون، كانت حلقة كتير حلوة، طالع معي كذا مرة حتى بلنا استاذ دوريد كان ضيفة، طلعنا من الشام من قصر العظم. يعني هدول الناس زياد الرحباني ما فيك تنسيه، وما شبعت من اللقاء معه، يعني بحب اعمل بعد لقاء واثنين وثلاثه مع زياد. هدول الناس كثير اثروا فيي، وطبعا كل الضيوف دون استثناء كل حدا من اصغرهم لاكبرهم ترك شيء. يعني مين حبيت تستقبلي وبعد ما استقبلتي؟ بتعرفي كنا دائما نسعى لنستضيف نجوم، يعني نجوم مثل للنجوم. هلا ثاقبت راغب طلع معنا، طلع يعني استضفته باحلى ناس راغب علامه، هو عن جد احلى ناس. هودي ليكي لان في منهم بيقبلوا بشي يعني يمكن عاصي كنت حابه استضيفه كذا مره، عاصي الحلاني، نجوى كرم، نجوى كرم نوال الزغبي، طبعا نوال الزغبي استضفتها باحلى ناس. اليسا كثير بحب استضيفها كثير، نانسي ونانسي وهيفا طلعت معنا ببعدنا مع رابعة، بس كمان ما بينشبع منها. في ناس عندهم يعني عندهم شيء تحبي مرة ومرتين وثلاثة تحاوريهم. بعدين كل ما واحد يعمل شيء جديد أو يصير عليه أشياء جديدة مناسبة جديدة فيك ترجع يعني تحاوري وتهيدا. وهيفا لذيذة بالحوار جدا، أنا كثير بحبها كإنسان جدا. بس برجع بقلك هلا بعد هالخبرة وبعد هالتجارب ما بقى هدفي اني بس استضيف هيدول نجوم الصف الاول، مع احترامي لإلهم المشاهد وهن يا ريت هيك بيعرفوا هالشي لحتى شوي يتواضعوا. ما عم عممها على الكل، انا ما عم بقصد حدا معين، انه المشاهد ما بقى كتير يعني له يسمع هالقد تفاصيلهم لانه بيعرفوها وبشوفون على السوشيال ميديا على سناب شات وعلى تويتر وعلى انستغرام، الا اذا كان عندهم شيء عمل كبير او موقف كتير كبير. هلا انا بيعني لي فوت على اشياء جديده، على قصص انسانيه جديده، طلع من ناس عاديين شيء حلو. حلو يعني حلو. مش هيدا هدفي اليوم انه بتقلي لي انه بس استضيف نجوم الصف الاول، بحب بس مش هيدا الاساس بالنسبه لإلي. وقت التلفزيون مثلا مثل الام بي سي بيدفع 500,000 دولار لوائل كفوري، رح يقبل يطلع معك ببلاش؟ لا اكيد لا. يعني في كمان علاقات الإعلامية، يعني كيف بدها تكون. نحن كنا نستضيف نجوم أول ما بلشنا من 30 سنة كانوا يقبلوا أنهم يطلعوا، لأ ما كان في عنا تلفزيون أو شركة إنتاج تنافسنا بكتير مصاري. صحيح. فكانوا يقبلوا مقابل أنه يطلع لهم إعلانات أو دعايات أو كليبات أو كلها. خليكي معنا، ما خلص الحديث أنا المشوي. أنا معك ومع المشاهدين. قلنا قسم تاني مع رابع الجميلة الجميلات. بدي أشكر مروان سمعان على التصوير، طوني نعمي على الإشراف، جورج عطية على الكوافير، ماجي فارس على المكياج، وماري لورد سمعان على الرشاش. قدام الكاميرا كي معكم هلا المر. لا تجن ولا تحتد يا أخي، ما بتحرز هالقد في أشياء بهالدنيا صعب ما بدها هالقد. لا تجن ولا تحتد يا اخي، ما بتحرز هالقد في اشياء بهالدنيا اصعب ما بدها هالقد. صدقني صدقني ما بدها هالقد.